اهلا بكم في قناة تعلم معانا، واحنا هنوريكم ازاي تعملوا اكسسوارات المطبخ، وازاي تعملوا حاجات بسيطة من القماش، وازاي تعملوا اعادة تدوير تاني القماش الجينز او القماش القديم اللي عندك او القصايص. هي فكرتنا بسيطة وسهلة كمان. وازاي بنعملها هقولك دلوقتي. احنا اول حاجة احنا بنجيب اي ورقة عندك او كرتونة، وهنبتدي نرسم الرسمة بتاعتنا. انا قبل كده رسمت رسمة حرف الاتش وعملت القلب في فيديوهات قبل كده. طيب المرة دي انا عملتها على الكرتون، عملت الرسمة بتاعتي وقصيتها وديت لوحدها، وهناخد الجزء ده هنبتدي على زي ما احنا شايفين على القماش الجينز. انا جبت التباشير وحددتها، بس انا حددت البره زياده عشان خاطر 2 سم، عشان لما بنيجي نخيط كل دوت بتبقى ايه بيبقى ضيق معانا كده، فلازم تبقى تسيب مسافه. المهم هنبتدي دلوقتي نعملها طبقات فوق بعض، اكسسوارات من قماش الجينز القديم. انا جبت قطعه قماش اهيت وقصيتها على قد ده بلوفر قديم عندي، وقلت ان انا هستخدمه بقى يعني في حاجة تانية، وهبتدي اعمل حاجات تانية بالبلوفر. جبت عملت قبل كده مساكة، وهوريكم الحاجات اللي انا عملتها. طيب انا جبتها قصتها على قد الفنجان بتاعي، اكسسوارات للمطبخ، وهبتدي هحط الطبقات بتاعتي سواء بقى قد بعض، يعني هتجيبي اقصد القماش تاني وتحطيه عايزاه هتبقى كده، السمك يبقى كده تمام، مفيش مشاكل بالنسبة لنا. هنبتدي نحط الطبقات بتاعتنا. بعد كده هنعمل ايه؟ هنبتدي نقص كل ده عشان بعد كده هندخل ده جواه. هنقص كل ده وبعد كده هنخيطه. طيب هنعمل ده، هنقصه ونرجع لكم تاني. وزي ما احنا شايفين بعد ما خيطناها بالطريقة ديت، هنبتدي ان احنا قصيناها طبعا وخيطناها، هنبتدي نعدلها معاكم زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هنحط القماشة اللي هي البلوفر بتاعتنا اللي احنا قصناها على قدها. هي الفكرة بقى ان احنا ازاي يعني نوفر وقت، بدل برضو ما احنا نحط القصايص، بس برضو القصايص احنا ما بنرماش. انا سبب وقلت ان احنا بنعمل منها حاجة تانية. طيب شايفين هي على قدها، دي بتبقى ابسط طريقة تقدر تعمليها. هنبتدي نحط ديت، احنا عايزين تديها شكل. هنبتدي بقى ندخلها وهنفردها، وبعد كده هنخيط الخياطة بتاعتنا ونعمل بعد كده اليد. كلها اكسسوارات للمطبخ تقدري تعمليها. وبعد كده هنقفلها بالطريقة دي. هنعمل برضو اليد بتاعتها. هنبتدي بالإبرة بتاعتنا وهنجيب من تحت كده، نبتدي نتنيها بالشكل ده. دي اسهل طريقة عشان خاطر ما تبانش فيها الخياطة. بصوا هنكملها ونرجع لكم تاني. بعد ما احنا خلصنا بالشكل ده، هنبتدي ناخد اليد بقى بتاعت الفنجان، نفس الحكاية قصينا على
قماشة وابتدينا ان احنا نعملها بالشكل ده. بعد كده هنبتدي نعدلها. وهنحط قطعة القماشة جواها. وبعد كده هنحطها كده. وهنبتدي نخيطها. هنحط نملاها بالقصائص ونرجع له تاني. بصوا بقى، بعد ما احنا حطينا الايد بتاعتنا ومليناها، حطينا قطعة قماش فيها، الخياطة بقى اللي ما تبانش. بصوا انا فتحت فتحة هنا وابتديت ان احطها تانيتها كده. تمام، هبتدي بقى عايزة الخياطة بتاعتي ما تبانش، اعمل ايه؟ لحظة كده، عادي من نفس المكان عشان خاطر ما تبانش، وابتدي احرك من تحت الخيط، يعني الابرة، شايفين انا هبتدي احركها اهي، ده من الناحية دي، من نفس المكان كده جنبيها بالظبط عشان ما تبانش، احرك كده من تحت عشان خاطر شايفين. هي الفكرة ان اهي من نفس المكان، هبتدي اطلعها من الناحية دي من نفس المكان ومطلعاها من الناحية دي، اعدي الجزء ده، شايفين اعدي من نفس المكان واعدي الناحية التانية. من نفس المكان وعد الناحية التانية. ديت الخياطة ديت عشان هي تفكت بس، لكن انا اقدر اداريها عادي. تمام، بص بقى اهي، حتى هنا مش باين قوي. طيب احنا لو حابين نعمل اي شكل عشان خاطر يبان الفنجان بتاعنا، نقدر نعمل اشكال او نقدر نحط لها ستراس او معانا حاجات نقدر نزين. نرجع لكم تاني، تقدر تزينيها طبعا باي حاجة بستراس عندك او اي حاجة بتدي شكل حلو. طبعا انا يعني انا حطها كده بس عشان خاطر تشوفوها، لكن هي تقدروا ان انتوا باي حاجة تانية، حتى لو بالبادج، اي بادج عندك عليها رسومات عروسة او اي رسمة تقدر تحط عليها، اي بادج اي حاجة برضو. انا مدي دي شكلها حلو برضو، يعني حاجات برضو مستعملة، يعني برضو دي طلعتها من بلوفر، يعني تبقى شكلها حلو جدا، في حاجات بتبقى شكلها حلو تقدري تزيني بيها. تقدري تحطي هنا الاستراس بتاعك. طبعا بنبتدي ان احنا نرصها ونبتدي شكل حلو جدا. بعد كده هنوريكم الحاجة بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده، بنرص بنحط الاستراس بتاعنا او بنحط الكريستال الصغير ده، بنزين بقى بأي حاجة عندك انت تقدري تعمليها. تقدري برضو عندنا حاجة زي كده احنا عاملينها، دي الخدة دي صغيرة عاملينها، كل دي نماذج مصغرة يا جماعة احنا بنعملها عشان خاطر يعني تقدروا تعملوا منها الاحجام بتاعتكم الكبيرة. بس انا بعمل حاجة صغيرة عشان انا مش عايزة الحجم الكبير. طبعا انا عاملة هنا برضو نفس حكاية القلب ده من القماش، بس دي قصائص، هي لو اتعملت نفس الحكاية كده القماش يتحط فوق بعض طبقاتها تبقى حلوة جدا. برضو عملت مساكة، المساكة دي اهي
دي بتاعت ال عاملة مساكة للفرن، الفرن البوتاجاز والحاجات للصواني، وبرضو كلها من قماش قديم، وعاملة برضو حروف برضو من القماش الجينز، حطيت فيه قصائص. نفس الحكاية، جبت الورقة أو الكرتونة بتاعتي ورسمت الرسمة بتاعتي أو عملت الحرف، وبعد كده ابتديت أقص عليها القماش وأخيطها، بعد كده أحط من جوه اللي أملاها القصائص. ادي الافكار بتاعتي اللي انا وريتها لكم. في حاجات تانية انا عملتها من القماش برضو القديم، وهي حاجات اللي هي حاجات برضو اكسسوارات مطبخ عملتها، هتلاقوها في قوائم التشغيل. عملت اكسسوارات مطبخ، عملت حاجات من الالعاب من القماش، عملت حاجات كتيرة، عملت توك، ازاي تعملي توك من القماش الجينز او القماش القديم اللي عندك. تقدر تستفيدي معانا في حاجات كتيرة قوي، هتلاقي معانا في منازلنا الفيديوهات واكلات موفرة في قناة تعلم معانا. شكرا لكم.